وسهلا في فيديو جديد من قناة امك ريفيوز. انت امك بس امك ريفيوز. واخيرا وبعد طول انتظار الميعاد الرسمي للاعلان عن ميعاد الجيف اواي او توزيع الجوائز والسحب عليها اللي هي الخاصه بالسماعات الهاند فري اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في فيديوهين سابقين. هنسيب لكم الرابط بتاع الفيديوهين تحت في الديسكريبشن او في الوصف. كنا قلنا ان الشروط بتاعه الاشتراك في المسابقه دي كان اول شرط فيهم تتاكد انك مشترك في القناه، تاني شرط تتاكد انك عامل متابعه ولايك للبيج بتاعتنا بتاعت ام كي ريفيوز على الفيسبوك، اخر حاجه واخر شرط مطلوب منك ان انت تتاكد انك عامل لايك وفولو للبيج بتاعت امبريال اكسسوارز اللي هم الشباب اللي بعتوا لنا الحاجه دي عشان نجربها واشتركوا معانا عشان نعمل لكم جيف اواي على الحاجات دي. وبعد ما بنخلص كل ده بترجع على الفيديو اللي هيظهر عندك في الاي هنا فوق وبتكتب تم في كومنت عشان تبقى من ضمن الناس اللي هتخش على السحب. احنا المره دي بقى غيرنا طريقه السحب اللي احنا شغالين بيها. كنا قبل كده بنجيب اللي هي الفازه كده ولا الكاس السحري اللي بنحط فيه الورق ده ونطلع بيه بشكل عشوائي. غالي قوي الكاس ده. ففي ابلكيشن موجود على بلاي ستور، الابلكيشن ده اسمه راندوم بيكر اللي بيعتمد على طريقه السحب العشوائيه بدل ما احنا نعمل مجموعه ورق ونختار منها. الابلكيشن ده احنا بنحط فيه مجموعه الاسامي اللي احنا عايزين نعمل عليها السحب، هو بيختار منها بشكل عشوائي او على عدد المرات اللي احنا عاملين حسابنا ان احنا نختارها. يعني احنا كده قايلين ان في 3 افراد هيكسبوا الجيف اواي، فبالتالي الابلكيشن ده هيعمل سحب 3 مرات وهيختار في كل مره فايز هيكسب سماعه من الثلاث سماعات. خلينا برضو على اتفاقنا ان اول فايز البرنامج هيعلن عنه ده هياخد السماعه البلوتوث اللي هي اول حاجه، تاني فايز هياخد السماعه اللي هي اليوكي 870 اللي كنا اتكلمنا عنها وقلنا سماعه ممتازه جدا جدا جدا، اما اخر فايز اللي هو رقم 3 هياخد السماعه اللي كانت على شكل انبوبه وبرده السماعه دي ممتازه وبتدي اداء كويس جدا وخصوصا لو هتستخدمها مع موبايل ابل يعني. طيب بالنسبه بقى لميعاد السحب واليوم اللي هنعمل فيه تسليم الجوائز هيكون باذن الله يوم الخميس الجاي، وهيكون في فيديو مباشر او بس لايف على قناتنا على اليوتيوب. يا ريت كلكم تكونوا منتظريننا في الميعاد اللي انا هقوله لكم ده. هنكون يوم الخميس باذن الله الساعه 8 مساء موجودين في فيديو مباشر على قناتنا على اليوتيوب. طبعا هنعمل قبليها اعلان ان احنا هنكون موجودين على اليوتيوب وكده، فيا ريت انتم من دلوقتي تبقوا عاملين حسابكم ان احنا الساعه 8 يوم الخميس باذن الله هنكون في فيديو مباشر، وطبعا هيتم الاختيار قدامكم وبشكل مباشر برضو من المره دي من خلال التطبيق اللي انا قلت لكم عليه. وبالنسبه للناس اللي ممكن تكسب من خارج محافظه بورسعيد او الناس اللي ممكن تكسب من محافظات خارجيه، طبعا هم بيسالوا نفسهم ازاي هتوصلنا الجوائز او ازاي لو كسبنا هناخد الجائزه بتاعتنا. طبعا لو حد من اخواتنا اللي من بره كسبوا الجائزه دي فهيتواصلوا معانا عن طريق صفحتنا اللي موجوده على الفيسبوك اللي هي ام كي ريفيوز، واحنا بدورنا بنكمل وبنتواصل معاهم وبنعرف نوصل لهم وبنبعت لهم الجائزه بتاعتهم عن طريق البريد. فبالتالي سواء كنت موجود في محافظه بورسعيد او في اي محافظه على مستوى مصر باذن الله لو كنت كسبان جائزتك هتوصلك لغايه عندك. بس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تستنونا يوم الخميس الجاي ان شاء الله الساعه 8 عشان تعرفوا مين اللي كسب ومحدش يفوته الاعلان عن الجوائز. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.